الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت مصادر اقتصادية إن الأسواق العراقية تعيش منذ يومين حالة من الترقب والقلق خشية تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وشهدت الأسواق حالة من الجمود في الأنشطة وأجواء غير ملائمة لتبادل العملات وتسيير الأعمال التجارية بعد إعلان نحو 40 نائبا في البرلمان عن مطالبة بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بشكل تدريجي. هذا ويعد العراق من الدول المستوردة لأغلب المنتجات، ولذلك يعتمد بشكل تام على الدولار الذي يعد عملة ثانية في البلاد، ولذلك فإن أي أنباء عن تغييرات في سعر الصرف تنعكس بشكل مباشر على السوق والحركة التجارية في البلاد. شكى عدد من أصحاب معامل الطابوق في واسط من عدم تجهيزهم بالحصص المقررة لهم من مادة النفط الأسود. هذا وقال أصحاب المعامل إنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب استمرارهم بدفع بدلات الإيجار والضوابط، إضافة إلى تأثر العاملين في هذا القطاع، على الرغم من مزاعم لجنة الطاقة في واسط عن أن هناك تعليمات بضرورة استيفاء شروط تجديد إجازة التنمية الصناعية والحاجة التقديرية من الوقود. أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية. وقالت الوزارة إن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أيلول الماضي بلغت 98 مليون و765 ألف برميل بإيرادات بلغت 8 مليارات و845 مليون دولار. هذا ورغم الواردات المالية الضخمة، إلا أن نسب الفقر والبطالة في العراق في ارتفاع مضطرد بسبب الفساد الحكومي وسوء الإدارة. قال البنك المركزي المصري إنه سيواصل تبني نظام مرن لسعر الصرف في البلاد وفق قواعد العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار. يأتي ذلك بعد ساعات من قرار بتحرير سعر الصرف نجم عنه تراجع كبير لسعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليصل الدولار الواحد في المصارف إلى أكثر من 23 جنيها. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت خلال اجتماع استثنائي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و 14.25% للإقراض. أعلن البنك الدولي عن توقعاته بارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 4 أو 4 مرات بحلول عام 2024، وحذر البنك من تداعيات كبيرة في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، مشيرا في تقرير صدر الشهر الجاري أنه يتوقع أن يتضاعف سعر الفحم في أستراليا والغاز الطبيعي في أمريكا عن متوسط السنوات الخمس الماضية، وقد يتضاعف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا 4 مرات. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.